أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يسرني في هذه الأمسية وعبر رحلة الكلمة أن أستضيف الأديب وعالم الفلك المعروف الشيخ صالح العجيري. الشيخ صالح العجيري كما نعرفه أحد رواد علم الفلك في الكويت وفي الخليج وفي بلادنا العربية. هو من الذين خدموا هذا العلم خدمة كبيرة على مدى نصف قرن. نال قبل سنوات شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت، له مرصد كبير باسمه، لا يزال يخدم هذا العلم الهام دينيا ودنيويا، وأتوقع بإذن الله أن تكون رحلتنا معه ممتعة ومشوقة. يسرني أن أرحب بالشيخ العالم الفلكي صالح العجيري في التلفزيون السعودي. وأنا أرحب بكم أجمل ترحيب، وأسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للصلاح والإصلاح. آمين. الشيخ صالح، لعلنا في البداية نتحدث، كيف بدأت علاقة الشيخ صالح العجيري بالفلك؟ كيف وصل إلى ما وصل إليه؟ كيف كان أحد الأشياء التي عرفت واشتهرت بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول جل من قائل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم. لعل شغفي بعلم الفلك بدأ منذ نعومة أظفاري، فقد كنت أخاف الظواهر الطبيعية، أخاف قصف الرعد، أخاف وميض البرق، أخاف من هبوب الرياح والعواصف، أخاف من الظلام، أخاف حتى من هطول الأمطار. ولعل ذلك كان سببا في شغفي بعلم الفلك، لأنني كما يظهر أردت أن أعرف كيف أو من أين تهب الرياح، ومتى تأتي الفصول والمواسم التي تهطل فيها الأمطار، وكذلك ما معنى هذا الظلام وهذا الضياء، هذه النجوم، هذه القبة السماوية التي سبحانه وتعالى سخرها ورصع فيها من النجوم الكثير الكثير. فبدأت، وأول ما بدأت كان والدي رحمه الله أرسلني إلى البادية لأتعلم الفروسية والحياة الخشنة والرماية. فأول درس تعلمته من الصحراء فتنت بها كثيرا، وأول درس لعله هو الأول معرفة الجهات الأربع من الطريقة التي فيها هناك في الصحراء يعرفها البدو، وهي أن كل شجيرة في الصحراء أو كل صخرة في الصحراء لها مثلث من الرمال، هذه تتجه إلى الجنوب وإلى الشمال، فإذا عرف الشمال والجنوب عرف الشرق وعرف الغرب. نعم. وحتى أنه في الليالي المظلمة ليس هناك نجوم ولا شمس ولا قمر، من اتجاه الكثبان ومن تموجات على الرمال نستطيع أن نعرف الجهات. ثم بعد ذلك اتصلت بالبدو في الصحراء وبربابنة السفن والغواصين وأهل السفن والبحارة، وأخذت عنهم الكثير. من المعروف أن الناس في العقود الماضية كانوا يعرفون كثيرا عما يتصل بالفلك وبالأنواع وبما يتعلق حتى في مظاهر التي نشاهدها الآن وتسمى بالأنواع الجوية. نعم. خلافا لما عليه الناس في الوقت الحاضر. السبب أننا نحن الآن نعيش في بيوت وغرف مضاءة بالكهرباء. نعم. ومكيفة،
ليس لنا حاجة إلى أن نخرج إلى الخارج. أما في العقود الماضية كان الناس عيشتهم في الخارج، كانوا يركضون وراء لقمة العيش أو رغيف الخبز خارج المنازل. نعم. لذلك كان لهم اتصال، كانوا اتصال في ما خلق الله سبحانه وتعالى، كانوا يحسون بهبوب الرياح، كانوا يرون النجوم، يرون السماء، يشاهدون الشمس، شروق الشمس وغروبها، وكذلك يعرفون الكثير عن منازل الشمس وعن منازل القمر، لأن حاجتهم كانت ملحة لذلك، لأن طريقة المعاش أو معيشتهم كانت متصلة في الخارج، فكانوا يعرفون. نعم. لأضرب مثلا بسيطا، البدو في الصحراء لا يعرفون ما نسميه الآن البروج أو الشهور الشمسية أو غيرها أو الأرصاد الجوية، لكنهم يعرفون المواسم من مقارنة نجم الثريا وهي لطخة في السماء معروفة، إذا قارنت القمر، إذا قارنت القمر في ليلة الحادي عشر من الشهر يسمونه قران حادي، يقولون قران حادي برد بادي، فيعرفون أن الفصل إنما هو بداية فصل الشتاء، قران حادي برد بادي، اللي بعده يأتي قران تاسع، يقولون قران تاسع برد اللاسع، مع أنه شتاء قران تاسع، تاسع برد اللاسع، يعني شدة البرد، قران تاسع يعني تاسع اقتران، يعني القمر يقارن الثريلة الثريا في ليلة التاسع من الشهر. الثريا وين هي؟ الثريا هنا، هذه الشرطين البطين، الثريا. نعم. هذه الثريا، هذه الثريا اللي هي، والقمر يجي مع يمر على هذه الخريطة النجوم. فقران تاسع برد اللاسع، بعده قران سابع مجيع وشابع، بمعنى أنه آخر الشتاء وأول الربيع. نعم. يعني مجيع وشابع، يعني أن المواشي بعضها شبع وبعضها جوعان. نعم. بعد قران خامس ربيع طامس، أنه يزدهر الربيع ويعرفون أنه هم في وسط فصل الربيع. بعد قران ثالث ربيع ثالث، معناها أنه نهاية فصل الربيع. ربيع. نعم. أي. بعد قران حادي اللي بعده، الشهر اللي بعد قران حادي، على الماء ترادي، أي أن المواشي ترد على الماء. نعم. نعم. هذا فيما يتعلق بمعرفة أهل البدو للفصول. نعم. أما البحر فكذلك لديهم الوسائل التي يعرفون بها، يسافرون بسفن شراعية ليست ذات محركات، ويعرفون مواسم الهبوب الرياح واتجاهها، هجرة الأسماك، توالد الأسماك، التضاريس البحرية، هبوب الرياح، ويسافرون، والتضاريس البحرية كلها يعرفونها من خلال تماما، النجوم، يعني من خلال النجوم، من خلال النجوم السماء أيضا، ومن من مراقبتهم لشروق الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه، تولد الأسماك في وقت معين، في وقت معين من السنة، وهجرتهم وقت معين من السنة، وكذلك المد والجزر يتبع القمر، فهم يعرفون أيضا معرفة تامة. وكل ما يتعلق بالأعماق البحر وغيرها والتضاريس البحرية، وهم يسافرون إلى مسافات بعيدة، يصلون إلى الهند وإلى شرق أفريقيا وإلى مسالك بعيدة. نعم. كل ذلك بالاهتداء. نعم. بالنجوم وبالشمس. نعم. وبالقمر. هذا ما يتعلق بمعرفة الناس في الماضي. أكمل ما درجت عليه، وهو أنني بعد ذلك، بعد ما عرفت الدروس البسيطة من أهل الصحراء ومن أهل البحر، كنت نهما في علم الفلك، فدرست أول ما درست علم يسمى علم الربع المجيب، وهي آلة إسلامية كانت معروفة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. ابتداء من قبل قرنين والحمد لله أعيدت هذه الآلة ودرست، ودرس أيضا في مواقع الغربية من المملكة العربية السعودية. نعم. وعبد الرحمن رحمة الله عليه الحجي هو الذي نقل إلينا هنا في الكويت هذا. نعم. العلم، وأنا درسته على يديه. نعم. ثم بعد ذلك على أساتذته. نعم. لأنهم حضروا إلى العراق وإلى
هنا في الكويت بيت آل النبهاني حمد بن خليفة النبهاني. نعم كانوا هناك في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، وهم علماء كانوا يهتمون بمصطلح الحديث وبالفقه وبالتاريخ وبالمواقيت. ودرست عنهم أنا في كتبهم ما يتعلق بالمواقيت وخلافها. ثم بعد ذلك درست على يد كثيرين من الأساتذة المصريين، منهم رحمة الله عليه الدكتور عبد الحميد سماحة مباشر مرصد حلوان، ثم بعد ذلك درست في المدارس المصرية بالمراسلة، وهناك دروس حضورية وهناك دروس بالمراسلة. نعم. ولم أترك أي بلد، عندما أسافر أي بلد كنت أدرس في الشام في الهند في كل مناطق. حتى بعد ذلك صار لي اتصالات كثيرة في أوروبا وفي مرصد غرينتش، وحتى في أمريكا في مرصد البحرية الأمريكية، وكذلك درست في كولورادو وفي هناك معاهد كثيرة، ولي الآن اتصالات الحمد لله نستطيع بكل سهولة وبكل يسر نحصل على أي معلومات، حتى أنه إذا حصل هناك استفسارات من بعض الإخوان مدرسين أو غيرهم أو فلكيين سواء من الكويت أو حتى من الخارج، إن كانت الإجابة موجودة الحمد لله نحن نقدمها لهم، وإذا كانت غير موجودة فنحن أيضا نستوردها لهم من الخارج، والحمد لله اتصالاتي طيبة كثيرة. جميل. أمامي كتب في الواقع ألفتوها لتستعرض هذه الكتب. كم عدد كتبكم؟ في هناك نحو 10 كتب. هذا الاهتداء، هذا كتاب الاهتداء بالنجوم، وهو طبعا يتعلق بما كيف كان الناس يهتدون بالنجوم. إيه؟ وفي من أهم الصور هو صورة المرصد. هذا المرصد اللي باسمكم مرصد الكيري بالكويت. نعم. يقع في النادي العلمي في الكويت. وفى لكم هذا. هذا نعم. ويزار المرصد هذا. يزار المرصد في كل وقت. في دورات أيضا. في دورات علمية نقدمها دائما لطلاب طلابنا أو طيب. حتى من هناك أيضا الآن أصبح عندنا رابطة اسمها رابطة الفلك والأنواع الجوية. طيب. لها برامج ولها تخصصات. طيب. ولها دراسة ولها نشاطات. نعم. وهذه أيضا صورة. نعم. من صور المرصد. نعم. صورة المرصد من الداخل. وهذه صورة طبعا للشمس وبقعها مأخوذة بنفس المرصد. نعم. هذا بالإضافة إلى صورة المرصد والطلاب للدرسونهم. هذه الصورة حية أكثر من تلك، لأن دائما الإنسان إذا وجد في أي مكان يكون الشيء حي. لأن الآن نستطيع أن نعرف مساحة أو ارتفاع المرصد بالنسبة للبشر الذين يقفون. في إقبال من الشباب على تعلم الحمد لله في عندنا. طيب. هذا كتاب كثير. آخر هذا الكتاب. هذا كتاب التالي. أول ما ألفته هو كتاب اسمه دروس فلكية للمبتدئين. طيب. يتعلق بمواضيع علم الفلك وبالتوقيت أيضا. طيب جدا. نعم. هذا كتاب مؤلف. هذا كتيب ألف لأجل معرفة بعض جوانب حياتي. صالح بسيط. الجيري بمناسبة تكريمه. لما نلتم شهادة الدكتوراه. ما لم يذكر من حياة صالح الجيري. لما نلتم شهادة الدكتوراه. إيه نعم. طيب. في بداية. إيه. هذه في الصور قديمة. في صور قديمة. هذه صورتي أنا وابني محمد. عام كم هذه يا شيخ تذكر؟ هذه سنة 43. 1943. اي نعم. وفيها مثلا يعني صور من الماضي تاريخية. اي نعم فيها صور من الماضي مثلا اول مرصد انا استعملته. اول مرصد. هذا مثلا اول تلسكوب انا استعملته شخصيا. عام كم يا شيخ؟ هذا يمكن 78 يعني قبل اكثر من 10 سنوات. اي نعم. اي نعم. وهناك فيه كثير من. طيب. هذه صور قديمة. صور لكم. أي صور قديمة. صورة قديمة لكم قديمة. هذه. نعم. وهذه صورة أيضا قديمة. وقت صورة الشباب يعني. قديمة. أي نعم. طيب. وفيه كثير من. هذه صورتي وأنا أرصد في المرصد الخاص في مرصد الكوانتوم. نعم. طبعا أنا أحفظته. طيب. من من أمريكا. نعم. وهذا كتاب ثالث علم الميقات. هذا علم الميقات كتاب يتعلق بما كل ما له علاقة بتوقيت الصلاة وكذلك بالمواقيت. نعم. وبالبروج وخلافه. طيب. كنت قد ألفته عندما كنت أدرس جماعة من المؤذنين وأئمة. نعم. المساجد في وزارة الأوقاف. نعم. هذا كتاب قيم التقويم. هذا تقويم 2000. واسمه الأصلي كان تقويم القرون. نعم. بمعنى أنه تقويم لعدة قرون. نعم نعم. ولكن عندما ألفته وعرضته على أحد أساتذتي قال
الله سبحانه وتعالى خلق القرون معقوفة، فتأتي أنت وتقومها فسمته تقويم العام، تقويم القرون. هذا يدلك مثلا أي مثلا إلى عام 2000 تقارن، هذا من سنة 1 هجرية إلى سنة 2000 هجرية تقارن فيه التقويم الميلادي مع التقويم الهجري، وتعرف متى وافق وتعرف بعد سنتين 50 10 سنين أي طيب. أي سنة من سنة 1 هجرية طيب إلى سنة 2000. هذا كتاب طيب ومفيد في الواقع لمن يعرف الحساب المستقبل أو نعم. حتى في الحياة العامة في ندوات مؤتمرات في يعرف واحد مثلا متى يأتينا العيد مثلا متى مواسم العطل نعم. مواسم الكذا إيه نعم. مذكور فيه كل شيء بالمقارنة شيء نعم. هذا الكتاب مذنب نعم. هالي هذا الكتاب كيف ومتى تشاهد مذنب هالي؟ عندما ظهر مذنب هالي أو قبل نعم. ظهوره بوقت قليل أنا نعم. ألفت هذا الكتاب نعم. والحمد لله في مرصدنا صورنا أول صورة هنا في المنطقة للمذنب هالي عندما كان صغير نعم. جدا هذه أول صورة نعم. أول صورة للمذنب نعم. صورناها نعم. هنا في الكويت في المرصد من المرصد من المرصد طيب. هذه أول صورة أول صورة نعم نعم أول صورة نعم. من المرصد نعم. ليتك تحدث لو باختصار عن مذنب هاي. مذنب هالي يعني عبارة عن مذنب من المذنبات، أي أنه جرم سماوي صغير نعم. عبارة عن قطعة كبيرة من الثلج تدور حول الشمس بمدار متطاول، أنها تبتعد كثيرا ثم تقترب من الشمس، ولكن له أهمية كبيرة لأنه من المعروف أن مجموعتنا الشمسية التي نحن نعيش فيها قد تطورت خلال ملايين السنين، لكن المذنب هالي لم يتطور نعم. مع دراسة هذا المذنب لو درسناه فكون كأننا رجعنا إلى الخلف آلاف أو ملايين السنين فنعرف كيف كانت مجموعتنا الشمسية نعم. وكيف تطورت نعم. هذه لكن هناك أيضا اهتمام عند العلماء الكبار، وهو أن ربما أنهم ولا زال خيال يعني لا يزال، وكثير من الخيالات اللي كانت في ذهن العلماء أصبحت حقيقة نعم. أي مثلا وصول القمر وغيره نعم. فمن الخيال اللي يداعب أفكار العلماء أن هذا المذنب ربما اتخذ أو استعمل كمركبة فضائية، لأنه يذهب كثيرا في أعماق الفضاء ويرجع نعم نعم. وطبعا نحن لا نصور أن الإنسان يركب على ظهر هذا المذنب ويأتي نعم. لكن هناك من الوسائل نعم. التي حتى الآن ما عرفت نعم. أنه يكون اتصال في نعم. المذنب نعم. ويذهب إلى أعماق الفضاء ويرجع نعم. ونستطيع أن نعرف عنه الكثير من عجائب الله في الكون. هذا الكتاب الخامس التقويم هذا الهجري، هذا كتاب اسمه أداء صالح الهجري، هذا اسمه التقويم الهجري وكيف يحسب يعني نعم. من هذا نحن نعلم أن نحن تاريخنا القومي هو التاريخ الهجري القمري نعم نعم. وطبعا التاريخ القمري له قواعد وحسابات ايه. تتعلق بطلوع القمر وغروبه نعم. وهلال ايه. وغيره طيب ايه نعم, ايه نعم. فهذا طيب. الكتاب وتقارن الميلادي والهجري بالمواسم النجوم أيضا شروق القمر وغروبه وشكل ايه. الهلال وكل ما يتعلق الصلوات بالهلال كلهم هنا مسطر نعم. في هذا الكتاب وهذا تقويم الهجري النتيجة هذه النتيجة هذه عبارة عن روزنامة سنوية تصدر نعم. في نعم. كل سنة فيها المواقيت وفيها المواسم حتى الزراعة موجودة فيها حتى ما تغيرات الفصلية والمواسم نعم. كلها مذكورة فيه نعم. وكل اعتماد على النجوم هذا الكتاب السابع والثامن نعم. هذا كتاب اسمه الكسوف والخسوف أو كيف تحسب حوادث الكسوف يحسب منه كل ما يتعلق بحوادث الكسوف والخسوف يعني أن الإنسان باستطاعته أن يحسب نعم. عن مواعيد الكسوفات نعم. والخسوفات وفيه السنوات قادمة السنوات قادمة هي السنوات قادمة نعم يستطيع أن يعرفها وهذه وفي مذكور فيه السنوات مذكور قادمة نعم فيه مذكور كيف الطريقة كيف يحسب نعم. نعم وفيه من التعليمات والله هذا الإنسان لاستخدام نعم. عقله وتفكيره للوصول نعم نعم كتاب هذا التقويم الهجري العام 1988 هذا عندنا طال عمرك احيانا في اصدارات كثيره نعم عندنا تقويم ايه حائط عندنا ايه تقويم جيب نعم نعم ونتيجه نعم طيب ومذكره الطاوله نعم وهذه نعم اسمها اجنده هذه تستعمل نعم للمكاتب نعم ايضا فيها معلومات كثيره الواقع هذه كلها كتب طيبه هذه بعض الكتب التي نعم اللي الفتموها نعم مد الله ان شاء الله بالاضافه الى خارطه السماء هذه فيها المع نجوم انا ما دام ان الخارطه والنجوم فيها سبحان الله العظيم أريد أن أسألك كيف الاهتداء بالنجوم ليتك تحدثنا عن هذه الناحية ربما نحن كثير من الناس يريدون أن يعرفوا هذه
الأشياء من أسرار الكون. أي نعم. نعم. احتجاب النجوم، نحن على سطح الأرض، الأرض كلها متشابهة بحار وأراضي. نعم. لكن والسماء كذلك، إذا نظرنا إلى السماء نجدها صفحة سماء السماء ومرصعة بالنجوم، وليس لها أول ولا آخر، لأجل أن نهتدي بهذه النجوم. إذا معناها أن نحن نضع خطوط طولية وخطوط عرضية تمر على هذه الكواكب. عندما يمر كوكب الفلاني على الخط الفلاني، معناها أن الساعة كذا، وإذا مر الكوكب الفلاني على خط الطول الفلاني، احنا نحن اذا على الموقع الفلاني من الارض. نعم نعم. فاذا نستطيع ان نعرف مواقعنا على الارض، نعم، مواقعنا في سواء في بر او في بحر، نعم، من خطوط الطول ومن خطوط العرض، سواء مثل ما هناك خطوط طول وخطوط العرض على 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 الارض، هناك خطوط طول وعرض افتراضيه السماء. نحن نرسمها كذا افتراضيا، نعم، في السماء بين النجوم. نعم نعم. نعم. حتى ان الاقدمين سموا النجوم كلها باسماء حيوانات واسماء اسماك وغيرها. ومعروف ان في وسط السماء هناك دائره افتراضيه، الشمس تدور حولها ظاهريا، نعم، وتمر في كل يوم في برج. وقد نظمها بعضهم بقوله: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، نعم، ورمت عقرب بقوسها جديا، نزح الدلو بركة الحيتان. نعم. لمن يريد أن يعرف كيف. كذلك الأقدمون قسموا هذه الدائرة إلى 28، نعم، منزلة. نعم. وسموها منازل القمر. موضح هنا يا شيخ خالد. نعم. هذه الدائرة. نعم. إيه؟ نعم. هذه الدائرة. نعم. نسميها اللي هي تقع في وسط السماء. نعم. هذه يسمي فلك البروج. نعم. الشمس والقمر تمر عليها، وفيها نجوم مثلاً الشرطين، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، وهكذا. هذه النجوم 28 نجم. نعم. ويمر عليها الشمس وتمر عليها القمر، وكذلك الكواكب السيارة. نعم. ونظمت أيضاً في بيوت من الشعر مطلعها: شرطنا بطينا للثريا ودابره، فهقعة هنع فالذراع فناثره. نعم. وطرفه مواجبة ثم زبرة، وصرفة عوة فالسماك فغافره، زبانة وأكليل وقلب وشولة، نعائم بلد ذابح وهو سائر، كذا بلع سعد السعود خباءهم، فقدم وأخر للرشا وهو آخر. نعم. لمن يريد أن يحفظها بسهولة ويسر. إيه لو نعم. سألتك عن الأسماء النجوم، مش معنى الثور، العقرب، العذراء؟ نحن نقلنا هذه الأسماء عن الأقدمين. نعم. سموها لأنهم تصوروا أنها كأنها حيوانات وسموها. في هناك كثير من النجوم في السماء، لو نظرنا إلى السماء، صفحة السماء، لنجد مثلا العقرب يشبه العقرب. نعم. إيه إيه؟ لأنه فيها لها يعني لا نعم، هذا قلب العقرب، وبعدين يأتي كذا ذنبها، يعني كذا العقرب، وبعدين هذه الزبانة، زبانة هذا الثور. إذا تشبه مثلا الثور مثلا هنا الثور، لأنهم نسميها مثلا الثريا هني، وهذا برج الثور. الثور لأن نجم سمى كبير اسمه الدبران، هو يسموه عين الثور. سمي دبران لاستدباره الثريا، يعني يدي خلف الثريا. وأهل الجزيرة العربية يسمونه تويبع لأنه يتبع الثريا. أما في اللغة العربية فيسمى دبران لاستدباره الثريا، يدب على أثارها دبرانها، فلا هو مسبوق ولا هو لاحق. العذراء مثلا، العذراء اللي هو برج السنبلة، أن نحن هنا في الجزيرة العربية نسميه برج السنبلة، في أماكن يسمونها فيها كهكذا السنبلة، السنبلة وهكذا. يعني السرطان مثلا الجبار نفس الشيء، هناك نقطة كبيرة وكتف ويسمون الرجل والنطاق الجوزة وهكذا. السماك الرامح والسماك الأعزل، السماك الرامح لأنه يشبه الرمح عنده، والسماك الأعزل وهكذا. والنجوم أساسها أو النجوم الموجودة الآن كلها على الخرائط هي باللغة العربية، لأن ويستعملها غربيون أيضا في نفس الاسم ولم تتغير الأسماء العربية حتى في زماننا، لا زالت في مثلا يقولون فيجا معناها الواقع، تاير معناها الطائر، مثلا تشرنر آخر النهر، آخر النهر، نهر المجرة. نعم نعم. وهكذا كل الأسماء الموجودة الآن، عنقا يسمونها عنقا، شولة يسمونها الشولة. نعم. سهيل سهيل، كل الأسماء لأنهم نقلوها عن اللغة العربية. نعم. طيب. كلها. نعم. من ناحية حرارة الشمس وصل إلينا. نعم. الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض هناك غلاف جوي يحميها من الحرارة الزائدة. نعم. فالحرارة اللي تريدنا من الشمس
تمر بمنخل، تمر بغلاف جوي، نعم، يمتص أو يمنع عنا الحرارة الزائدة، فلا يدخل علينا من أشعة الشمس إلا ما هو مفيد للحياة. نعم. هكذا الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وقدر لها هذا المقدار من ضوء الشمس، يعني ضوء بسيط يصلنا من ضوء الشمس، لأنه بالنسبة لو أتانا يعني زيادة من الضوء لهلكت الأرض والأنعام يعني ومن عليها. نسبة معينة، نسبة معينة تقريبا، هناك تقدير للنسبة مثلا، نسبة ضعيفة جدا، حتى أنه لو في الوقت الحاضر العلماء وجدوا أن هناك في القطب الجنوبي فتحة أو ثغرة في 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 الغلاف الجوي، هذه لو فتحت أكثر، وفتحت بفعل الإنسان، نعم نعم، لأن الإنسان عندما ازداد العلم وأصبح صاحب معرفة وثقافة وأخذ يخرب هذه الأرض بمعرفته، نعم، فكثرت كثر التلويث وكثر ما يسمى بالشتاء، أو كنا نتصور يعني أنه سيأتينا شتاء نووي ونصور أنه ستلوث الأرض بفعل الإنسان. هذه الفتحة لو فتحت زيادة ستنفذ إلينا منها الأشعة الكونية القاتلة، وتكون من الشمس ومن غيرها، فتضر في الإنسان. في الواقع الشيخ صالح العجيري، لا أدري، الحديث معك أكثر ممتع، وهناك كثير من الأشياء التي تهمنا في علم الفلك، وتدعو إلى التفكر كما دعانا الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الذي نحن لا نشكل شيء إلا شيء بسيط جزء جدا فيه. أتصور هناك الكثير من النقاط التي نحن متشوقون أن نرحل مع عبر الكلمة، عبر علم الفلك، عبر ملكوت الله سبحانه وتعالى. أنا أودعك الآن على أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى لنستكمل بعض الجوانب وبعض الأسرار التي لك معرفة ببعضها بحكم اهتمامك وعلمك. إن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى. سلمك الله، وأنا أعدكم إن شاء الله أننا سنلتقي بإذن الله تعالى إن شاء الله في حلقات أخرى، وأتمنى لكم دائما دائما إن شاء الله التوفيق إلى أنبل المقاصد إن شاء الله. أيها الأخوة المشاهدون، وهكذا كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع العالم الفلكي الجليل صالح العجيري، هذا الذي وظف حياته وشبابه من أجل هذا العلم الجليل الذي يفيدنا في دنيانا وفي ديننا. أعدكم إن شاء الله في الأسبوع القادم أن نلتقي مع ضيفنا لنستكمل بعض الجوانب في هذا الكون وفي ملكوت الله، لنتحدث عن علم النجوم وعن الكواكب وعن هذه الأسرار العجيبة في أرضنا، لنزداد إن شاء الله إيمانا وعلما. شكرا لكم وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.